مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف السابع في مدرسة الأندلس، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الوحدة الثالثة، الأنسجة والأعضاء والأجهزة في النبات. الدرس الثاني، ما تركيب ورقة النبات؟ موضوع درس اليوم تركيب ورقة النبات. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلاقته بالوطن. انصر نبيك، يقول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فيجب أن نكون محبين للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يكون هذا الحب حبا عمليا. فيجب أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم باتباعنا لسنته، ويجب أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة عليه، يجب أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم بالتخلق بأخلاقه واتباع سنته. وإذا قمنا بهذا الحب وأدينا واجب حب النبي صلى الله عليه وسلم من إتقان للعمل والتخلق بأخلاقه، فلا شك بذلك سوف يعلو وطننا، لأن الوطن يعلو بالقيم ويعلو بالأخلاق ويعلو بالمعاملات وبالجد والاجتهاد في العمل. وكل هذه الأشياء هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، الذي إذا تخلقنا بها يرقى وطننا ويعلو شأننا. أما بالنسبة لدرس اليوم، فأولا أهداف الدرس: الهدف الأول أن يصف الطالب تركيب ورقة النبات ذي الفلقتين. الهدف الثاني أن يفسر الطالب كيف ترتبط خلايا وأنسجة ورقة النبات ذي الفلقتين بوظائفها. نشاط افتتاحي: هنا توجد صور لبعض الأوراق، نصنف هذه الأوراق إلى أوراق متفرعة العروق ومتوازية العروق. هذه الصورة هذه متوازية العروق، هذه الصورة الورقة متفرعة العروق، هذه متوازية العروق، هذه أيضا متوازية العروق، هذه متفرعة العروق، وهذه أيضا متفرعة العروق. نشاهد هذا الفيديو. أمامك ورقة، الآن سوف نقوم بأخذ مقطع عرضي من هذه الورقة ونكبره تحت المجهر لنرى ما يوجد بداخله. فإننا نرى أول شيء الطبقة الرقيقة جدا الموجودة في الأعلى، هذه طبقة شمعية تسمى طبقة الكيوتيكل الموجودة بالأعلى. هذه يوجد أسفلها طبقة رقيقة تسمى البشرة العلوية، هذه الطبقة هي البشرة العلوية، والطبقة الرقيقة مثلها في الأسفل هي البشرة السفلية. نرى بها ثغور في البشرة العلوية والسفلية، ولكن في السفلية أكثر. الطبقة التي تليها تسمى الطبقة العمادية، هذه الطبقة المتراصة تسمى طبقة عمادية، خلاياها متراصة. أيضا توجد في خلايا الطبقة العمادية كثير من البلاستيدات الخضراء. إذا الطبقة العمادية خلاياها متراصة ويوجد بها كثير من البلاستيدات الخضراء. ثم بعد ذلك الطبقة الموجودة أسفل الطبقة العمادية، هذه الطبقة تسمى الطبقة الإسفنجية، توجد بها خلايا غير متراصة وتوجد بها عروق الورقة. أما العروق عبارة عن خشب ولحاء، عروق الورقة هذا النسيج يسمى نسيج الخشب. كما نعلم أن نسيج الخشب وظيفته نقل الماء والأملاح من الجذور إلى الأوراق، فهذا الخشب يخرج منه الماء. ثم بعد ذلك في نفس العروق يوجد نسيج في الأسفل، هذا النسيج يسمى نسيج اللحاء. وكما نعلم أن نسيج اللحاء ينقل الغذاء، هذا الغذاء المصنوع في الورقة يدخل إلى اللحاء ثم ينتقل إلى أجزاء النبات. يبقى إذن في الطبقة الإسفنجية توجد العروق، هذه العروق بها خشب ولحاء. ثم بعد ذلك في البشرة السفلية كما قلنا توجد ثغور، وظيفة هذه الثغور تبادل الغازات،
هذه الثغور توجد بها خلايا تسمى الخلايا الحارسة. هاتين الخليتين تسمى الخلايا الحارسة، وظيفتها أنها تفتح الثغور أو تغلقها لكي يمر منها الغاز. الغازات التي تخرج أو تدخل من الثغور هي غازات ثاني أكسيد الكربون، يدخل من خارج الورقة إلى داخل الورقة، ثم بعد عملية البناء الضوئي يتكون غاز الأكسجين فيخرج إلى الخارج من هذه الثغور أيضا. يبقى إذن الثغور هذه وظيفتها تبادل الغازات، وهي توجد في البشرة العلوية والسفلية، ولكنها توجد في البشرة السفلية أكثر من البشرة العلوية. التقويم البنائي، أولا نقوم بحل هذا النشاط. هذا النشاط سوف يكون متوفر على منصة التعلم عن بعد. أمامك الآن شكل للورقة، نقوم بتسمية هذه الطبقات. الطبقة الموجودة في الأعلى هذه تسمى الطبقة الشمعية أو تسمى طبقة الكيوتيكل. هذه، ثم بعد ذلك الطبقة التي تليها تسمى البشرة العلوية. الطبقة التي تلي البشرة العلوية هي الطبقة العمادية التي توجد بها كثير من البلاستيدات الخضراء. الطبقة الإسفنجية، هذه الطبقة التي تليها تسمى الطبقة الإسفنجية الموجودة هنا، وبها عروق الورقة التي يوجد بها خشب ولحاء أو الأوعية الناقلة. هذه العروق. في الطبقة الإسفنجية كما قلنا توجد العروق اللي هي الخشب واللحاء. هذه الطبقة الموجودة بعد البشرة تسمى البشرة السفلية. هذه الطبقة تسمى البشرة السفلية. البشرة السفلية يوجد بها كثير من الثغور. هذه الثغور، الفتحات هذه تسمى الثغور، والخلايا الموجودة حول الثغور تسمى الخلايا الحارسة. هذه الخلايا الحارسة. نرسل إجابات. الإجابات جميعها إجابات صحيحة. سؤال تميز، أي طبقات الورقة يوجد بها كثير من الثغور؟ توجد في البشرة السفلية. ننتقل إلى الهدف الثاني. قم عزيز الطالب بإيقاف الفيديو الآن واقرأ الكتاب صفحة 169، ثم حدد أجزاء الورقة على الرسم موضحا وظيفة كل جزء. فالآن تقوم بإيقاف الفيديو وتقرأ الكتاب صفحة 169، ثم تقوم بإعادة تشغيل الفيديو ونجيب معا على هذه الأسئلة. بعد القراءة، هذه الطبقة الموجودة في الأعلى تسمى طبقة الكيوتيكل، وهذه طبقة شمعية. ما فائدة أنها طبقة شمعية؟ وظيفتها الطبقة الشمعية تمنع تبخر الماء. إذن وظيفة هذه الطبقة أنها تمنع تبخر الماء، يبقى طبقة شمعية وظيفتها أنها تمنع تبخر الماء، لذلك تكون من الطبقة الشمعية. هذه البشرة العلوية لا يوجد بها بلاستيدات خضراء، لماذا؟ لكي يمر منها الضوء بسهولة. يبقى هذه البشرة العلوية يمر منها الضوء مباشرة عبر هذه الخلايا، ثم بعد ذلك ينزل الضوء إلى الخلايا العمادية. نجد أن الخلايا العمادية بها كثير من البلاستيدات الخضراء. ما فائدة هذه البلاستيدات الخضراء؟ فائدتها أو وظيفتها أنها تقوم بعملية البناء الضوئي. لذلك الطبقة العمادية تقوم بالبناء الضوئي، ولكي تستطيع أن تقوم بهذه الوظيفة يجب أن يكون فيها كثير من البلاستيدات الخضراء. هذه العروق أو أوعية الخشب أو أوعية اللحاء توجد في هذه العروق، فإذا هذا عرق الورقة يحتوي على أنابيب خشب وأنابيب لحاء. هذه الطبقة الموجود فيها هذه العروق، هذه الطبقة تسمى الطبقة الإسفنجية، وهذه غير مرتبة حتى يكون فيها فراغات، وفائدة هذه الفراغات أنها تقوم بعملية تبادل الغازات. يبقى طبقة إسفنجية بها فراغات هوائية كثيرة للتبادل الغازي. أيضا هذه الطبقة السفلية تسمى البشرة السفلية، بها ثغور
هذه الثغور فائدتها أنها تعمل على تبادل الغازات، تسمح بدخول غاز ثاني أكسيد الكربون وخروج غاز الأكسجين. الخلايا الموجودة حول هذه الثغور تسمى خلايا حارسة، هذه خلية حارسة وهذه أيضا خلية حارسة. حماية الحياة البرية بدولة قطر، تعرف شجرة الغاف الرمادي بأنها شجرة الحياة، وأيضا تعرف هذه الشجرة بأنها شجرة محلية نادرة. تعمل إدارة حماية الحياة البرية على حمايتها من الإنقراض، وذلك منذ عام 2015، وقد تعاونت هذه الإدارة مع إدارة الشؤون الزراعية وبلدية الشمال، وتمكنت من زراعة 400 شجرة في السنوات الثلاث الأخيرة. تمتد جذور شجرة الغاف الرمادي في التربة إلى عمق يصل إلى 50 متر. التقويم الختامي، ما أهمية طبقة الكيوتيكل الشمعية؟ أهميتها أنها تقلل تبخر الماء من الورقة. أي الطبقات التي تحتوي على كثير من البلاستيدات الخضراء، هذه الطبقة الموجودة تسمى الطبقة العمادية التي خلاياها بها الكثير من البلاستيدات الخضراء، هي الخلايا العمادية الموجودة في الطبقة العمادية. ما أهمية الثغور الموجودة في البشرة السفلية؟ أهميتها تبادل الغازات. في أي طبقة توجد أوعية الخشب واللحاء؟ توجد في الطبقة الإسفنجية. وبذلك أعزائي الطلاب نكون قد وصلنا لنهاية درس اليوم، ونوصيكم بحل الواجبات الإلكترونية على المنصة التعلم عن بعد الخاصة بمدرسة الأندلس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.